السؤال الأول، هل بالفعل ورد في المحاكمة أن هناك تسجيلات؟ نعم، بجلسة الأولى عند قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الأستاذ نقولة منصور، نعم طلع في وتثبت بالتقرير أنه في عدة اتصالات بين فادي الهاشم وبين المغدور محمد الموسى، وفي مكالمة منهم أكثر من 4 دقائق، 4 دقائق ونص تقريبا. وهل من المعقول أنه حرامي بده يسرق بيت فحيخطر على باله يتجرأ ما يسرق إلا بيت نانسي عجرم اللي بيعرف أنه في، يعني إذا فعلا هو قرابة شهر عم يجمع معلومات، فمن باب أولى أنه يكون يعرف أنه في عندهم حراسة وأنه في كاميرات وأنه صعب هذا البيت يخترق. وكمان يعني كيف بده يتصل هو بفادي الهاشم مشان يتأكد إذا مو موجود؟ يعني أقاويل حتى بالخرافات ما بتصير. فنحن إذا بالمنطق بدنا نحكي فهذا السؤال يعني ما لازم نطرحه. القضية راحت ل10 من شهر مارس لاستكمال الأوراق، لأنه الملف شبه غير مكتمل ومحتاج لسه تقرير طبيب شرعي واستيضاح من الطبيب الشرعي عن كل القصور اللي كان بالملف وعن الأخطاء اللي ما فيها، اللي خالية من أي مهنية، لاستكمالها كمان تقرير الأمن الجنائي أو البحث الجنائي كما بيطلقوا عليه في لبنان. نحن يعني أنا بالذات أنا رئيس لجنة الدفاع عن أسرة المغدور محمد الموسى، وأنا متبرعة ومتطوعة، متبرعة بكل أتعابي ومتنازلة عن كل أتعابي ومتطوعة بهي القضية لحتى نوصل للحكم النهائي فيها، وإن شاء الله نحن المنتصرين. لحد الآن موضوع التنازل أو التعويض غير مطروح، نحن ما زلنا بالإجراءات الأولية بالمحكمة بعد قاضي التحقيق، لسه في قاضي الإحالة وبعده في محكمة الجنايات وبعده محكمة النقد، فلسه موضوع التنازل عن الحق لسه غير مطروح نهائيا. المطلب الأول إلنا من المحكمة هو تحقيق العدالة وإحقاق الحق، وهذا هو أعتقد مطلب الجميع ومطلب حتى الرأي العام، لأنه القضية صارت قضية رأي العام، فكل اللي عم يتابعها بده يشوف إنه شو هي الحقيقة وراء هاي الجريمة البشعة اللي صارت. لا لم نتطرق إلى موضوع التنازل أبدا، لأنه قلت لك غير، يعني غير مقبول، خاصة لسه المغدور ما اندفن بعده في الثلاجة، فهذا الموضوع يعني رافضته الأم والأب وزوجة المغدور. بالمستقبل الله أعلم شو بيصير، خلينا بالأول ناخذ الحكم بإذن الله وتظهر العدالة ويحق الحق، وبعدين بنفكر بموضوع حنتنازل أو لا، حناخذ تعويض أو لا، لأنه الله يرحمه أكيد ما رح يرجع للحياة يعني، لكن على القليلة بنقدر ننصره حتى هو ميت، ونسبة أنه هو ما نلص.